سالو مش غزالاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا مراجعه شامله بالنسبه للامتحان. غندخل ورا العطله، غادي تبداو امتحانات. دونك هاد المراجعه هذه ماشي غير الامتحان، وانما غادي تبقى حتى الجهوي، حيت نفس الدروس اللي راجعوا دابا هما النيت اللي غادي يكونوا عندكم في الجهوي، غير غادي تزادوا عليهم دروس وحدين اخرين من دابا للاخر ديال العام. دونك انا غادي نعطيكم يعني حداش ما وصلتوا دابا في الدروس، غنديروا قواعد كاملين ديال المهم نشوفوا هنايا. غادي نعطيكم يعني هاد الدور هما اللي غادي نخدمو لا كورديناسيون، يعني غنشوفو شنو هي لا كورديناسيون، شنو هما الادوات اللي كنستعملو، ونديرو التمارين لي طون دو ريسي ولا كنقولو لي فالور. عاوتاني غنشوفو شنو هما هاد لي طون، الازمنه ديال لو ريسي اتسيتيرا. غنشوفو ليكسيك دو جونغ بوليسي، يعني المصطلحات. هادو هما الدروس والقواعد كاملين اللي قريتو، المصطلحات ديال الجونغ بوليسي. درس اخر اكسبريمي سون بوين دو فيو، ملي كتبغي تعبر على الراي ديالك، شنو هما المصطلحات اللي كنستعملو باش كنقول وجهه النظر ديالي انا في شي موضوع، يعني واحد العبارات. غنشوفو الدرس ديال لانكلور اي ليكسكلور، غنشوفو التعريف ديال شنو كتعني انكلور، شنو كتعني اكسكلور، شنو هما لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو، وغنديرو تمارين. وغنشوفو الدرس ديال لا بروبوزيسيون غولاتيف، شنو هما لي برونون غولاتيف اللي كنستعملو، مع دي زيكزامبل هكا جمل. واخر حاجه غادي نشوفو لا كومباريزون، يعني حد هنا وصلتو في الكتاب. انا ديجا خدمه معكم اكثر من هكا، وانما حد الامتحان تحبسوا حتى الدروس هادو، ما يمكنش امتحان ديروا فيه اكثر من الدروس هادو. وغنزيد نعطيكم، نحاول نعطيكم الجزء الثاني. دونك دابا غادي نشوفو لا كورديناسيون، غادي نبداو باول حاجه لا كورديناسيون. قبل ما نبداو راني بديت كنخدم معكم حتى اللغه العربيه، يعني كليكم لكم في فيديو غادي نقول لكم راه الدروس ديال اللغه العربيه وليت كنخدمهم، ملي كاين واحد الاستاذ كيخدم معكم العربيه. دونك شوفوا هنايا معايا بوغ اكسبريمي لا كورديناسيون، باش نعبروا على لا كورديناسيون، اون نيتوليز لي كونجونكسيون سامبل سويفونت، يعني انا باش نعبر على لا كورديناسيون اللي كتربط شي حاجه، عندنا واحد الادوات، ادوات ساهلين، مي وي دونك ني كار اور اكسيتيرا. خصكم تعرفوا لا فالور ديال كل وحده. دابا مي شنو كتعبر؟ ولكن كتعبر على لوبوزيسيون ضد. عندنا او، هادو هما هادو اللي بالزرق هما العبارات ديال لا كورديناسيون، يعني لي كونجونكسيون، لي كونجونكسيون. عندنا او كتعبر على لو شوا الاختيار، وعندنا اي كتعبر على لاديسيون الاضافه، يعني فلان اي يعني كريم اي احمد. عندنا دونك كتعبر على لا كونسيكونس النتيجه، اور حتى هي كتعبر على لوبوزيسيون ضد. وعندنا ني، والني كيمشيو بجوج فلا فراز، كيتكتبوا بجوجهم، يعني النيغاسيون النفي. وعندنا اخر حاجه هي كار هي لا كوز، عندنا سبعه ديال لي كونجونكسيون. نشوفوا يعني التمرين كيفاش كيكون. كومبليت بار لي مويان دو كورديناسيون، هاد لي مويان دو كورديناسيون اللي شفناهم عطاونا نملؤوا هاد الفراغات، وما عطاوناش كلشي غير اللي غنملؤوا بهم. عطاونا اون سويت، يعني كاينين شي وحدين ما شفناهمش وما داخلينش من الكورديناسيون اللي معروفين اللي حنا كنعرفوهم سبعه. عندنا اون سويت، وعندنا ني بور طون كار. الي جونتي، هي ظريفه. ايل تو فاسيلمون سي فيكتيم، كتقتل بسهوله لي فيكتيم ديالها. يعني الجمله هنايا فيها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، يعني شنو نقولوا؟ بورطون، ومع ذلك، يعني هي ظريفه ولكن بورطون ايل توي فاسيلمون سي فيكتيم. عندنا لا فام دالفريد نو بارل، ما كتهضر الفرونسي لونغلي، يعني ما كتهضر لا هادي لا هادي. شنو نستعملوا؟ كنستعملوا ني ديال النفي. لا فام دالفريد نو بارل ني لو فرونسي ني لونغلي. لا جونغاري أبلا لانسبكتور جوستان إي لا تخوفي أن كادافر. شنو نقولو؟ ني و ني استعملناها، شنو بقات لينا؟ كار. غنقولو عيط ليه، علاش عيط ليه؟ بوركوا لانسبكتور كاري مثلا، نقولو نطرحو بوركوا في لا بروبوزيسيون برانسيبال أبلا لانسبكتور جوستان كار إي لا تخوفي أن كادافر، يعني السبب. لانسبكتور غا إكسبليكي لافير أ سون أمي، يعني لانسبكتور شرحلو هاد لافير هادي للصديقة ديالو. الا بروبوزي دي سوليسيون، ومن بعد نقولوا اقترح لي دي سوليسيون، دي سوليسيون يعني حلول. دونك هادو هما لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو في لا كورديناسيون. دونك نشوفو تمرين تاني، يعني نفس الطريقه. كومبليت لي فراز سويفونت بار لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، يعني غنملو هاد لي فراز هادو بادوات ديال الربط. عندنا ني، يعني قلنا نيغاسيون. عندنا مي l'opposition, or l'opposition, car, la cause, ou est, l'addition, ou est donc. Alors, le frère, l'ach, la sœur ou l'ort sont en colonie de vacances. Le frère et la sœur. Je voudrais, Brit, elle ne veut pas. Donc, je voudrais, mais, elle ne veut pas.
tu veux un gâteau, un bonbon, يعني هنا كيقولوا واش بغيتي غاطو ولا ان بونبون. اذا كيعطينا لو شوا الاختيار نديرو او ان بونبون. tu ne peux avoir les deux، يعني ما يمكنش تاخذهم بجوج، يكونوا عندك بجوج. tu dois choisir، خصك تختار. اذا شنو نقول له؟ دونك، اذا خصك تختار. دونك الدرس ديال الكورديناسيون ساهل. نشوفوا دابا لي طون دو ريسي، فيه شويه ديال الخدمه وفيه شويه ديال التركيز. ديجا انا خادمه معكم هاد الدرس هذا، يعني قاعده. دونك هو ديجا خدمه، يعني دايره فيديو خاص بلي طون دو ريسي، شرحه مزيان شنو هما هاد لي طون، شنو هاد الازمنه ديال لو ريسي ديال القصه، ومع تمارين. وهو عاد شرحها في الكتاب ديالكم، يعني هاد العام هذا خدمناها في الكتاب، يعني باش تزيدوا تفهموا اكثر. هنا دابا نشوفوا القاعده، يعني هنا نشوفوا نحطوا القاعده، نعاود نفكركم وعاد ندخلوا للتمارين. دون ان ريسي، في واحد لو ريسي يعني قصه، لامبارفي بو تيكسبريمي. شنو هما لي طون دو ريسي؟ هما الازمنه ديال القصه، وعندنا جوج الازمنه، لامبارفي والباسي سامبل. لامبارفي كيعبر ليا على اون ابيتود، انا فوقاش كنستعمل لامبارفي، يعني الحالات ديال فوقاش كنستعمل لامبارفي، ياك. باش مثلا ملي تدخلوا للتمارين، علاش هاد الدرس هذا كيعطيوكم مثلا صرفوا الافعال في لو طون كونفينابل، وما كيقولكش واش لامبارفي ولا باسي سامبل، صرفوا صافي. كي عاد دير انت تصرف وتعرف واش غتستعمل لامبارفي ولا باسي سامبل، هما بجوج ازمنه الماضي، كتقرا هاد الدرس هذا ديال لي فالور، هاد لو طون دو ريسي، كتعرف فوقاش كتستعمل لامبارفي فوقاش كتستعمل باسي سامبل، باش ملي يعطيك هو الصراف ولا يعطيك جمل كتكون عارف. اذا اول حاجه، اول فالور فوقاش كنستعملو، قلنا لامبارفي، قلنا اون ابيتود، ملي كتكون عندنا العاده، شي حاجه في الماضي وانا متعود كنت كنديرها ديما. مثلا بحال هاش، شوفوا معايا هاد ليكزامبل اللي عندنا في الطابلو. شاك فوندرودي، يعني كل جمعه، جالي بور فيغ لا بريير، كنمشي ندير، كنمشي نصلي لا بريير، الصلاه. الوغ هنايا فين هي لابيتود، العاده؟ شوفوا الفيرب بالاحمر مسطر عليه هو جالي، لو فيرب الي، شي حاجه انا متعود كنديرها، تكرار، لا ريبيتيسيون. هادشي ملي كتشوف شي حاجه انت كنتي كديرها ديما، كتعاود تعاودات وتعاودات في الماضي، هنا كتصرف الفعل في لامبارفي، يعني كتعرفها بشك، شاك ماتان، شاك سوار، تو لي ديمونش، تو لي ماتان، توجور، دائما، سوفون، دائما. هاد الكلمات كيخليوك تعرف بلي راه عندك التكرار في الجملة. دونك عندنا دوزيام فالور، اون ديسكريبسيون، كنستعمل لامبارفي ملي كيكون عندي الوصف، كنبغي نوصف شي حاجة. شوفوا معايا ليكزومبل، لو كريمينال، شوفوا الطابلو في ليكزومبل، لو كريمينال بورتي ان شابو نوار، إذا أنا كنوصفو لابس واحد الشابو طربوش نوار، إذا لا ديسكريبسيون. هنا أكسيون ماشي ريبيتيتيف، هنا أكسيون لونغ، هي القاعدة، يعني هي الكلمة معاودة، ريبيتيتيف هي أبيسود، هنا عندنا أكسيون لونغ، شي أكسيون المدة ديالها طويلة. أنا غنكتب ليكم دابا ليكزومبل، أحمد مارشي، شوفوا معايا مارشي، لو فيرب مارشي مصرف لامبارفي توت لا نوي، إذا هو كيفعل مارشي راه طويل. يعني فوقاش كنستعمل لامبارفي، يلا عقلوا معايا، لابيتود العاده، ولا ريبيتيتيف يعني لي ريبيتيسيون، ولا ديسكريبسيون هي الثانيه، وهذه اكسيون لونغ، شي اكسيون المده ديالها طويله، واحد الفعل هو كياخذ وقت، مارشي كيتمشى، سو بروموني يتجول، اذا هو كفعل كياخذ لينا وقت. دونك هنايا اخر فالور هي لا سيمولتانيتي. شنو هي لا سيمولتانيتي؟ هو التزامن، جوج ديال لي زاكسيون كيداروا ليا في وقت واحد، يعني اكسيون كدير اخرى كتدخل عليها. مثلا اكزامبل بوندون كو، خلال، يعني في الوقت اللي، يعني بين نقول شي جوج حاجات، لو بروفيسور، يعني في الوقت اللي الاستاذ لو بروفيسور اكسبليكي كيشرح، ها هو كيدير واحد لاكسيون، هيا تدخل عليها اكسيون اخرى. لي زيليف ايكوتي، يعني بوندون كو لو بروفيسور اكسبليكي لي زيليف ايكوتي كيسمعوا، اذا جوج لي زاكسيون، هو كيشرح وما كيسمعوا، اذا هذه كتسمى التزامن، لا سيمولتانيتي، داكور. دونك هنا فوقاش كنستعملوا لامبارفي، دونك هنا فوقاش كنستعملو حنا لو باسي سامبل. عندنا لي فالور ديالو كاينين اكثر من هكا، غادي تشوفوهم في القاعده. هنا القاعده ما فيهاش كلشي. اون اكسيون اشوفي كنستعملو ملي كتكون عندي واحد لاكسيون اشوفي، يعني تيرميني. شوفوا معايا ليكزامبل هنايا، لو كوميسير اريتا لو كريمينال، وقف، لو فيرب اريتا مصرف الباسي سامبل، وقف، يعني واحد لاكسيون كدير اشوفي وشويه صافي تيرميني كتسالى. عندنا اكسيون بريف، يعني ما كتاخذش كاع الوقت، الا كان هذاك وقفو يعني دار واحد المحاوله ووقفو، اما لاكسيون بريف فرمشت عين كدير داك الساعه كتسالي داك الساعه. عندنا اكزامبل مثلا، شنو هي بريف؟ يعني واحد الفيرب ما كياخذش وقت. هيا ليليف بوزا سون ستيلو، بوزي حط، هذيك الاكسيون ديال الحط راه ما تقدرش انت تحسب ليها واحد جوج ثلاثه داك الساعه. واخر فالور عندنا اكسيون سودير، المهم حنا نشوفوهم دابا مع التمارين. دونك هنا عندنا هاد ليكزامبل ديال هاد لي فراز، نشوفو سعيد مارشي لونطون،
لو فيرب هو مارشي وكيتمشى لونطون يعني مده طويله. اذا هذه هذا لامبارفي. غنمشيو نفكروا في لي فالور ديال لامبارفي. عندنا اكسيون لونغ شاك جور تكرار. هاي شاك جور كل نهار يل سو روندي ا ليكول افيك سون نامي كيمشي ليكول مع الصديق ديالو. اذا واحد لاكسيون اللي كتعاود كل نهار. اذا شنو نديرو هادي لا ريبيتيسيون يعني كتمشي تشوف الفير فين هو سو روندي لامبارفي. اذا كتحط قدام عينيك لي فالور ديال لامبارفي. لا جون فام portait un tricot bleu et un pantalon noir. Elle était bronzée. إذا لابسة تريكو بلو بونطالون نوار هي برونزي. إذا أنا كنستفاد لا فام هادي والأفعال عندي كلهم في لامبارفي يعني عندي بورتي وعندي إتي. هنايا لا ديسكريبسيون يعني الوصف لا ديسكريبسيون. دونك هنايا شفنا لا ديسكريبسيون. عندنا كريم روغاردي لا تيلي كون سودان هو كيتفرج في التيلي حتى سودان فجأة ليكخون دوفان نوار ليكرون ولات نوار. دونك هنايا شنو عندنا قلنا كريم روغاردي لا تيلي كون سودان ليكرون دوفان نوار. هادي اكسيون سودان حيت عندنا السودان فجأة يعني واحد لاكسيون سودان كيكوب اون اكسيون لونغ. مون امي فرابا دوسمو لا بورت اونترا دون لا بيس اي الا بخي دو لا شومينه. اذا هنايا دار بزاف ديال لي زاكسيون. اول حاجه فرابا من بعد اونترا من بعد الا. اذا هنا عندنا تسلسل ديال الاحداث يعني دي زاكسيون سوكسيسيف la succession des actions ou des événements هذه كتسمى تسلسل الاحداث بزاف الافعال. لا dernière phrase elle ferme son livre. le verbe fermer سد يعني تسد ما كتاخذش ليا وقت بالزربه سد ليفر ديالو اي دورمي. دونك هذه اكسيون بريف. هنا souligne le verbe qui est au passé simple la date des valeurs كتحط لكم بعد المره في الجهوي تبع الطريقه هذه. souligne le verbe qui est au présent plutôt qui est au passé simple ou à l'imparfait et dit quelle est la valeur exprimée. يعني نسطر على الفيرب ونقول شنو هو لو طون ديالو فاش مصرف لامبارفي ولو باسي سامبل اما لو طون ونقول هذاك اين فالور ديالو. يعني شوفوا معايا لا بروميير فراز شاك جور الفريد رونكونتري سا فام ا لا غار. لو فيرب دونك لو فيرب هو رونكونتري في لامبارفي. اذا نكتبوا ا لامبارفي ولا فالور لابيتود العاده. علاش راه كيقول لك شاك جور انت تشوفي البديه ديال شاك جور لامبارفي صافي يعني كل نهار كيتلاقاها على كار. توتاكو بارو ان فامبور فجاه توتاكو يسودا بارو ظهر. هذا هو لو فيرب مصرف في الباسي سامبل يعني اكسيون سودان. دونك هنايا عندنا توتاكو هذا الباسي سامبل اكسيون سودان مفاجئه. لا فام دالفريد ايتي بال يعني بال دو فوق داك ان شابو اي فيي. دونك هنايا بال هي شاحبه. اذا انا شنو كندير كنوصفها. اذا عندنا ايتي في لامبارفي لا ديسكريبسيون لا فالور هي لا ديسكريبسيون. دي جو مو بريسيبيتي يعني اسرعت فيغ لو تيليفون نحو الهاتف بور ابيلي لا بوليس. اذا انا سرعت يعني درت واحد لاكسيون بالزربه بالزربه مشيت للتليفون. اذا ما كتاخذش وقت هادي. دونك هنايا عندنا اكسيون بريف. كونجوغيزون كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز ا لامبارفي او او باسي سامبل. يعني ما كيقولكش فاش واش لامبارفي كلك اما لامبارفي اما باسي سامبل كي دير تعرف من خلال اللي كنتي ضابط هاد الدرس مزيان ديال لي فالور. لا جونغاري بروندر لو تيليفون خدا تيليفون. واش هاد خدا كتاخذ وقت يعني نصرفوها في لامبارفي كيوصفوا لينا واش سيمولتانيتي تزامن واش ريبيتيسيون. اذا هذه بري خدا ديك الساعه هذه باسي سامبل. لو تيليفون اي راكروشي وفتح الخط يعني شي حاجه اللي خصهم كدير بغيف. توتاكو هي عندنا توتاكو سودان فجاه ان كري فور سورتي دو لا ميزون دو في كوبل. اذا واحد الصوت خرج هي عندنا سودان. اذا هذه من لي فالور ديال باسي سامبل اكسيون سودان. il lit régulièrement des nouvelles كيقرا يوميا دي نوفيل يعني لابيتود العاده ريغليرمون واحد الشكل بشكل مستمر يومي. اذا نصرفو في لامبارفي اكسيون بعد لون كيقرا ولا ريبيتيسيون. il lisait régulièrement des nouvelles policières. دونك بارك علينا من لي فالور. نشوفو دابا لو ليكسيك دو جون بوليسي. هاد الدرس حتى هو عندكم شنو المصطلحات ديال هاد النوع البوليسي قصه بوليسيه. هذا هو لو ليكسيك دو ريسي بوليسي. عندنا واحد مجموعه ديال الكلمات يعني مصطلحات مثل الضحيه الجثة متهم مشتبه به تيموان. ها هو دجا درت لكم واحد الفيديو لاك تحطيتو في العطله يعني ما مشيتوش بزاف حيت اغلبيه كلشي عطله دابا. عاد شوفوا هذا الفيديو هذا يعني تلقاوه وانا نحط لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. المهم عاد تقلبوا تكتبوا ليكسيك دو ريسي بوليسي خرج لكم يعني كاع المصطلحات باش نشوفوا كيفاش كيتحطوا التمارين في الدرس هذا.
دونك هنايا نشوفو السؤال، تتشوفو داخل المصطلحات والفيديو، ميتي اون كخوا دون لا كاز اديكوات، يعني نحطو علامة في الخانة المناسبة. يعني هنا شنو عطاونا في التمرين هذا عنده علاقة بالدرس؟ لي زيكسبليكاسيون، عطاونا الديفينيسيون ديال المصطلحات، فيكتيم مثلا شرحوها لينا، يعني عطاونا هاد التعريف هذا، سولوي كي كومي لو ديلي، وعنجي انا نقول شنو هادي فينا هو الكلمة ديالها، يعني هذا التعريف ديال شنو؟ واش ديال هادي ولا هادي ولا هادي؟ دونك نشوفو. دونك سي لوي كي كومي لو ديلي، هو اللي ارتكب لو ديلي الكريم، الجريمة. هذا شنو كنسميه؟ واش اليبي يعني ادعاء انه كان شي بلاصه اخرى حجه، ولا سوسبي مشتبه به، هذا التعريف ديال مشتبه به، ولا هاد الجمله اللي قريتها هو التعريف ديال ديتكتيف محقق، ولا التعريف ديال كوبابل متهم. اذا سي لوي كي كومي لو ديلي، هذا اللي ارتكب الجريمه، شكون هو؟ هو لو كوبابل. دونك هو لو كوبابل متهم، سي لوي كي مي لونكيت، هو اللي كيدير لونكيت تحقيق. شكون هو هذا؟ يعني هو الانسبكتور والبوليسي، هو لو ديتكتيف. يعني عنده بزاف المصطلحات، كوميسير الانسبكتور ديتكتيف محقق اونكيتور، كي بو اتر سوبسوني، يعني اللي ممكن تشك فيه. شكون هو؟ يعني سوسبي مشتبه به كتشك فيه. عندنا بريزونس دو لا بيرسون، اخر وحده بريزونس دو لا بيرسون دون ان ليو، يعني وجود ديال واحد الشخص في واحد المكان في واحد الوقت، اوتر يعني كو سولوي او لو كريم اي تي كومي، يعني في الوقت اللي ارتكبت الجريمه هذاك الشخص اللي مثلا نشكو فيه هو كان في بلاصه اخرى، كان في مكان اخر، كان في بلاصه اخرى، هذه كتسمى. دونك هنايا عندنا بريزونس دو لا بيرسون، يعني كيدعي انه كان في بلاصه اخرى وكيلقاو مثلا انه يعني باري كان بصح في داك البلاصه. تمرين اخر كتحط لكم في الدرس هذا بهذه الطريقه هذه. غولي بار اون فليش شاك مو دو لا كولون ا، يعني عندنا هاد لا كولون ا غادي نربطو بون فليش بسهم، او سينونيم يعني بالمرادف ديالو كلوي كوريسبون دون لا كولون بي، يعني عندنا هاد الكولون ا عنصلو بخط الكلمات اللي فيه فين الكولون بي. اذا نشوفوا اول وحده، هنايا عندنا ريشيرش، ريشيرش هو البحث، يعني فواحد لونكيت بوليسيي غادي نربطوها هنا بالكلمات. واش ريشيرشي اساسان قاتل، ريبوتي دونك هي اونكيت، تيور هو قاتل، شنو هو المرادف ديالها في الكولون بي؟ هو اساسان هي نفسها قاتل، يعني مصطلحات عندهم بزاف المرادفات. سوبسوني كيشك، هي سوسبكتي يعني كتشك في شي واحد، يعني سوسبي كيكون هو كتشك فيه. سيليبر مشهور، بقاو لينا جوج، وحده فيهم هي اللي غتكون صحيحه، هي ريبوتي هي مشهور، اما ديبوتي نو. ولا كيتحط لكم بهاد الطريقه هذه، سولي لو مون انترو، انترو يعني الكلمه الداخله دون سيت ليست. عندنا هاد لا ليست، عندنا كوبابل يعني متهم وذنب، عندنا كريم جريمه، لا فيكتيم ضحيه، فيكتيم اونكيت تحقيق، وعندنا غير ضحك. اذا فين هي الكلمه اللي داخله عليهم؟ هي غير، يعني هادو كلهم كلمات بوليسيه، وكلمه ضحك يعني بعيده عليهم، يعني كيعطوك بحال هكا. دونك دابا غادي ندوزو لدرس اخر، اكسبريمي سون بوين دو فيو، غنعبروا على لو بوين دو فيو. هذا الدرس هذا ديجا قريتوه نتوما، غنوريكم القاعده نتفكروا يعني شنو هو هاد اكسبريمي سون بوين دو فيو، ومن بعد نشوفوا التمارين. الوغ اكسبريمي ان بوين دو فيو كتعبر على واحد الراي ديالك، بوين دو فيو يعني وجهه النظر ديالك، سي دوني سون اوبينيون يعني كتعطي وجهه النظر ديالك، سوغ ان سوجي دو ديسكسيون كتكونوا كتناقشوا واحد السوجي، واحد كيقول لك لا انا في نظري بانت لي كدا، الاخر كيقول لك لا لا هذه كدا. اذا هذه وجهه نظر بوغ اكسبريمي اون اوبينيون، اذا باش نعبر انا على واحد وجهه نظري، يعني نقول كيبان ليا كنشوف كما كنهضروا عادي بالدارجه، اون ايتوليز كنستعملوا دي فيرب، ممكن نستعمل انا افعال باش نعبر على لو بوين دو في ديالي، مثلا كنقول جو بونس يعني كنظن، جو كخوا كو، جيستيم كو، يعني هادو هما لي فيرب لي كنستعمل كنبدا بهم الجمله ديالي، تبدا بيه وتقول الراي ديالك، جو تخوف كو، جو نو ني با كو، جو نو ني يعني لا انكر ان، وكتبدا تعطي لا فراز اللي باغي تقول. ولا ممكن نستعملوا دي غروب دو نو، يعني ماشي افعال، مثلا كنقول امون افي في رايي، بور ما با يعني من وجهه نظري، يعني هادو كلهم كنستعملهم، وانت تستعمل اي وحده فيهم بغيتي، ولا نستعملو مثلا دي لوكيسيون، يعني هادو كلهم اللي بالزرق، هادو عبارات تحفظو منهم شويه باش تقدرو تخدمو بهم، اتر داكور، نو با اتر، يعني انا داكور مع واحد الحاجه، جو سوي داكور، جو سوي كونتخ، افوار غيزون، افوار تور، دو نافي با على هوت، يعني المهم كتعطي الراي ديالك باي عباره استعملتوها وتكمل لا فراز ديالك. مثلا نقدر كاع انت تعطي الراي ديالك بشي ادجيكتيف، مثلا ملي كتقول مانيفيك رائع، اذا صافي راك عطيتي الراي ديالك، هاد الحاجه راه زوينه، سوبر سوبر
اكستراوردينير موفي ديغوتون، يعني شي حاجه يعني مقززه. اذا هنا كتعطي الراي ديالك. نشوفوا دابا التمارين. تروفي دي زينونسي اديكوات او سيتوياسيون سويفون. عطاونا واحد لي سيتوياسيون وحنا خصنا نديرو انونسي. الوغ قال لك طون امي تو دوموند، يعني صديق ديالك طلب منك دو دوني طون بوين دو فيو، يعني تعطي بوان دو فيو ديالك، يعني وجهه النظر ديالك فيزافي لو جونغ دو لا نوفيل، يعني واحد النوع ديال لا نوفيل عطيني الراي ديالك فيه. مثلا غتبدا تقول له امون نافي في رايي، اذا هنا بنينا بواحد العباره ديال في رايي. سيت نوفيل هاد القصه اي بوستوفلونت، يعني مود رائعه مبهره. اذا هنا عطيتي الراي ديالك، بديتي بامون نافي وعطيتي ادجيكتيف. دونك هنا اكسبريم طون بوان دو فيو، اتعبر على لو بوان دو فيو ديالك à propos de ce contrôle. على هذا الكونترول هذا شنو تقول؟ مثلا جو تروف كو، يعني بان لي لقيت ان شنو، يعني كتعطي وجهه نظرك كو سو كونترول اي تري فاسيل، ان الكونترول هذا راه ساهل. اذا هنا عطيتي بوين دو في ديالك وبديتي لنا بالعباره، يعني الدرس ساهل كتبغي تهضر كتقول جو تروف كو، يعني كتاخذ وحده من هذوك اللي عطيتكم في القاعده. ان ليف اكسبريم سون بوين دو في، واحد التلميذ كيعبر على بوين دو في ديالو سور ان فيلم بوليسي، على واحد القصه بوليسيه. اذا تفرج واحد القصه بوليسيه شنو يعطينا؟ مثلا شنو يقول؟ امون نافي في رايي انا في نظري سو فيلم اي ماجيك ايل دو تيتغ ريغاردي بليزيوغ فوا. اذا هنا عبر على الراي ديالو على الفيلم ماجيك، شي حاجه اللي واعره سحريه خصو يتفرجوا فيه الناس بليزيوغ فوا. اون في اكسبريم سون بوين دو في، واحد البنت كتعبر على الراي ديالها سور لانسبكتور شارجي دو لونكيت، على واحد المحقق اللي مكلفينو بالتحقيق ديال واحد القصه، يعني واحد ديال الجريمه. اذا هي رايها على واحد لانسبكتور المحقق، شنو غادي تقول؟ بور ما بار، يعني من وجهه نظري انا، جو بونس كو لانسبكتور بلونشار اي تيلمون انتيليجون، يعني ذكي، عطات وجهه النظر ديالها. دونك دابا غادي نشوفوا الدرس ديال لانكلوزيون ليكسكلوزيون، شنو كيعني لينا هاد الكلمات هادو مع التمارين. الوغ هنا بالنسبه للكلمه ديال انكلوزيون، يعني تنشوفوا التعريف ديالها، هي اكسبريم اون ريلاسيون اونتر دو زيليمون كي ابارتيان او ميم انصومبل، يعني بحال ضمنه. انكلوزيون هي واحد الحاجه داخله مع واحد الحاجه ضمنه. باغمي لي مويان كي سيرفوا ليكسبريم، عندنا واحد لي مويان كنعبروا بهم، يعني انكلوزيون كنقول انا غادي نسافر افيك، مع، يعني شي يعني التضمين، يعني شي حاجه اللي كاينه مع واحد الحاجه، جوج ديال العناصر كاينين في دقه واحده. وباش نعبروا على هاد لانكلوزيون كنقول مثلا افيك، افيك مون امي، ولا كنقول بارمي، ضمنه، كومبري، اي كومبري، سي جوان، ابارتيان، يعني فلان وهذه هذه كينتموا لهاد الحاجه، ابارتيان ا في بارتي دو، جزء من هذه، انكلو يعني ضمنه. هادو هما العبارات اللي كنستعملهم، وحنا غنشوفوا يعني لما فهمتوش غنشوفوا التمارين باش تزيدوا تفهموا اكثر. بالنسبه ليكسكلوزيون هذا الضد ديال لانكلوزيون. اكسكلوزيون يعني شي حاجه باستثناء، ديما مخرج انت واحد الحاجه من لا ليست. سيغ ا مونطري كان ليمون، يعني كتورينا واحد العنصر نو في با بارتي دو ميم انصومبل، يعني واحد لا ليست كامله واحد العنصر يخرج منها، يعني نو في با بارتي هو ماشي جزء من هذيك الحاجه. مثلا حنا مسافروا فلان وفلان وفلان الا فلان، اذا الا كتخ يعني داك هذه العباره كتخرج واحد الشخص من واحد لا ليست. parmi les moyens qui servent à l'exprimer on peut citer الادوات اللي كنستعملهم باش نعبر على الاستثناء، يعني الاكسكلوزيون يعني استثناء، سون بدون، اكسبتي على الاكسبسيون ما عدا، دو اورمي سوف ما عدا، وعندنا بزاف. دونك حنا نشوفوا دابا التمارين. سولي ليمون، انا غتسطر على الكلمات كي اكسبريم لانكلوزيون او ليكسكلوزيون، يعني فهاد الجمل اللي عندنا ا و بي غادي نسطروا على الكلمات اللي كتعبر لينا على لانكلوزيون، يعني شي حاجه ضمنه، ولا ليكسكلوزيون اللي حاجه باستثناء كدا، يعني كتخرج. اي رون بلاس لي، من بعد نسطر عليهم غنعوض هذوك الكلمات باغ دوطخ سونس ايكيفالون، يعني عندهم نفس المعنى. يعني انا نحيد داك الكلمه اللي كتعبر على لانكلوزيون ولا ليكسكلوزيون نعوضها بكلمه اخرى، مثلا بحال اللي حيدت توي ونعوضها مثلا افيك بليزير، يعني شي كلمه ايكيفالون ديالها. اليكسيبسيون دو ديتكتيف، يعني باستثناء المحقق طول موند اي فاتيغي، اذا هنايا استثناء يعني مخرج لنا. اذا شنو انا باش نعوضها؟ نقدر نعوضها بصوف، يعني نقول ما عدا دو ديتكتيف محقق كلشي عيان. بي بيرسون، حتى واحد، اي كومبري لو دوكتور، ومن بينهم يعني وحتى حتى واحد، والدكتور حتى هو اي كومبري، يعني ضمنهم حتى دكتور نا بي كومبروندغ، يعني حتى واحد ما قدر يفهم سو كي سي باسي او دو فيكتيم. اذا الكلمه اللي هي كتعبر لنا لانكلوزيون هي اي كومبري، يعني من بينهم حتى الدكتور
هنا نبدلوها ونحيدوها ونديروا شي كلمه اخرى اللي من العبارات ديال الانكليزيون مثلا. دونك نعوضوها في بارتي، في بارتي يعني جزء من، يعني حتى الدكتور حتى هو من بين هذوك الناس اللي ما فاهمينش. ولا مثلا كيعطوكم بالطريقه هذه غير ديك الورقه راه تكفحت عليه شي حاجه عليها هكا كتبان دايره. المهم غولي شاك انونسي ا لاكت اكسبريمي، هنا غادي تربط يعني شاك انونسي كل جمله واش كتعني لينا لانكلوزيون ولا اكسكلوزيون. دونك هنا تو لي تو مي زانيمو دوميستيك زيتي اوندورمي، اي كاع الحيوانات دوميستيك اللي في عندي المنزل كلهم نعسو، سوف لو بواسون روج، ما عدا لو بواسون روج. اذا هنا كندير استثناء يعني اكسكلوزيون، يعني كنستني واحد الحاجه كنخرجهم كلشي نعس الا لو كوميسير ا انتيروجي تو لي سوسبي، سول كاع المشتبه بهم اي كومبري من بينهم لو ماري دو لا فيكتيم، يعني ضمنهم يعني داخل هو في داك لا ليست ديال لي سوسبي. اذا هذه انكلوزيون يعني ضمنها. تو لي تيموان نو ريان فيو، كاع الشهود ما شافوا حتى شي حاجه، لو فوازان اوسي، وحتى لو فوازان حتى هو من هذوك الناس اللي ما شافوا حتى حاجه. عندنا اوسي هذه الكلمه ديال ايضا يعني داخل بيناتهم. دونك هذه علاش كتعبر هي لانكلوزيون، يعني شي حاجه اللي هي ضمنها. ses amis sont arrivés excepté Walid، اصدقاء ديالو جاو ما عدا، يعني excepté يعني صوف ما عدا. اذا هاد ما عدا هذه يعني استثناء، اذا هذه شنو ليكسكلوزيون، يعني شي حاجه اللي كتستثنيها من لا ليست، كلشي جا الا وليد. دونك هنايا كيتعطى لكم هاد الدرس هذا بشكل ديال طابلو سيتياسيون انونسي، حيت كيتحط ديما هاد الطابلو هذا. مثلا ان بروفيسور اكسبريم اون انكليزيون، استاذ كيعبر على انكليزيون، يعني كيقول شي جمله وفيها ضمنه، يعني غيكون فلان وفلان وحتى فلان غيكونوا، اذا هكا يعني ضمنه. مثلا شنو غادي يقول هذا الاستاذ على اي موضوع؟ غيقول مثلا تو لي زيليف اون اون لا موين اي كومبري، يعني كلشي جاب لا موين اي كومبري من ضمنهم لي بلو فابل، حتى لي تقول ضعاف جابوا النقطه. يعني هنا اون في اكسبريم اون انكلوزيون، بنت كتعبر على الانكلوزيون في شي حاجه في شي موضوع ديالها خاص بها، دارت جمله وفيها الانكلوزيون يعني ضمنها، غتقول مثلا نسافر الاصدقاء ديالي كاملين يسافروا وحتى فلان. توت مي زامي مون غون دي فيزيت ا لوبيتال، كاع الصديقات ديالي جاو زاروني ا لوبيتال. هذاك سيتي سيرا اون في اكسبريم اون اكلوزيون، اكسكلوزيون اكسكلوزيون ماشي اللي قلت لكم قبيله انكلوزيون. دونك كل الصديقات ديالي كاملين جاو زاروني ا لوبيتال سوف ما عدا، اذا ما عدا ما عدا امينه. دونك هنا غادي نشوفوا درس اخر ديال لا كومباريزون، حتى هو عندكم في الدروس الاولى اللي غادي تحط لكم في الامتحان، نشوفوا القاعده ونشوفوا التمارين اللي ممكن تحط في الدرس هذا. دونك هنايا بالنسبه للقاعده عندنا لي كومباراتيف، قاعده عندكم باش نعبر انا على لا كومباريزون، اما كندير لي كومباراتيف عادي بلوس كو سوبيريوريتي اكبر، ولا موان كو انفيريوريتي يعني هذا قل من هذا، ولا كنديروا ليغاليتي تساوي، هذوما لي رابور اللي عندكم ثلاثه سوبيريوريتي انفيريوريتي ايغاليتي، ولا كنديروا سوبرلاتيف اللي هو التفضيل، يعني التفضيل ديال سوبيريوريتي مثلا لو ميور يعني الاحسن، لو بلو يعني كنديروا الافضل الاحسن، يعني لي سوبرلاتيف. ناخذوا دي زيكزامبل، امينه اي بلوز اجي كو كريم، اذا امينه لاج ديالها كبر من كريم، هذه درنا سوبيريوريتي بلوس كو. الا بغينا نديروا الموان نقولوا كريم اي موان زاجي كاحمد، بغينا نديرو مثلا سوبيريوريتي هنا لو ميور، كريم اي لو ميور، درنا التفضيل هنايا اي لو ميور ان احسن اليف اون كلاس، ولا هنايا احمد اي لو بلو فابل اون كلاس، اذا هنا لو بلو ولا كنديرو لو ميور. بالنسبه للدرس لا كومباريزون باش تزيدو تفهمو مزيان انا ديجا دايره، كتبوا لي لا كومباريزون سميت القناه سيطلع عليكم. دونك نشوفو دابا التمارين اللي ممكن تحط في الدرس. كوشي لا بون كاز اون سولينيون لو موان اوتيليزي، اذا نوضع علامه عندنا هاد الجمله. Cette chute est moins surprenante que la nôtre. يعني في الدرس هذا انت ما مطالبش باش تفهم زعما الجمل، حيت هنايا تعرف تخرج تكون حافظه الادوات هي المويان، هنا قال لك cette chute est moins surprenante que la nôtre. اذا هنا قال لك سولي المويان، انا درت لها اطار وانتم خصكم تسطروا عليها، انا غير باش نحاول نزرب وصافي. دونك درتها كاطار موان كو، اذا هذا واش كومباراتيف ولا سوبرناتيف؟ هذه كومباراتيف وبالضبط شنو انفيريوريتي، الموان كو هي اقل يعني شي حاجه انفيريور انفيريور. دوزيام فراز سو سيناريو، هاد السيناريو اي لو ميور، يعني احسن سيناريو.
اذا هذه واش كومباراتيف ولا سوبرلاتيف؟ هذه الاحسن يعني التفضيل سوبرلاتيف ماشي الكومباريزون عادي، وهذه يعني واش اقل ولا اكثر. هنا درنا احسن يعني مشينا في جهه ايجابيه، يعني هذه سوبيريوريتي. La nouvelle de ce groupe est plus captivante que les autres. القصة ديال هاد الجروب هذا اي بلو كابتيفونت، يعني مشوقة أكثر، مثيرة أكثر من لي زوطخ. إذا هاد الأداة اللي كنستعمل هي بلوس كو، وهي كومباراتيف سوبيريوريتي. عندنا لا ديرنيي فراز، لي زيو سو رومويير كوم لي زيغوي دون اورلوج. هادي دونك هنا عندنا الأداة كوم، ولكن نورمالمون خصها تكون غوسومبلونس، وفي الدرس ديالكم دايرين ليكم كوم أنها حاسبينها حتى مع ليغاليتي التساوي، اما هي من الادكم يعني كتعتبر من الادوات ديال لو ريسومبلونس التشابه. اكسبريم لا كومباريزون اون غوليون لي فراز سويفونت، ولا كيعطيكم الدرس ديال لا كومباريزون بهذه الطريقه هذه. كيقول لك انا عطيتك سوبيريوريتي، كيقول لك دير ليا سوبيريوريتي يعني اكبر في هذه الجمله هذه. لا نوفيل دو علي اي، يعني غنقارن القصه ديال علي بسيل دو منير، وعندير هذاك الاداه اللي كتعبر ليا على اكبر. ومال هذه القصه انها لونغ، يعني غنقولوا القصه ديال علي plus longue que celle de Munir. حيتوما عطاونا الاداه هنا قال لك دير ليا ليغاليتي تساوي، تساوي نعبر على التساوي هاد لو رابور ديال ليغاليتي في هاد الجمله. ولا فراز شنو قالت؟ احمد ا 5 رومون، منير ا 5 رومون، يعني بجوجهم عندهم خمسة ديال لي رومون. اذا التساوي يعني خصنا نجيب لي موين ديال التساوي اللي هي اوسي كو ولا اوتون دو كو ولا اوتون كو. لا فراز بحال هكا تخدم، احمد ا اوتون دو رومون كو منير. الموين اللي جبتها ديال التساوي هي اوتون دو، حيت عندنا رومون اسم. كون كانت رومون يعني ادجكتيف كنا نديرو اوسي رومون، اوسي رومون كو، ولكن حيت هي رومون نو نديرو اوتون دو رومون كو. ولا كيعطيوكم بهذه الطريقه هذه نفس الفراز اللي خدمنا، ايتابليسي لو رابور دو كومباريزون اونتر لي فراز سويفونت، يعني من بين التمارين اللي كتحطوا ديال لا كومباريزون مقارنه تاس لا كومباريزون. عمر اي انتيليجون، اي انتيليجون، سعيد اي انتيليجون، بجوجهم انتيليجون. اذا شنو هو لو رابور اللي عندنا هنايا؟ هو ليغاليتي التساوي. اذا ندير عمر اي اوسي انتيليجون، ما درتش اوطون، هي درت اوسي. علاش؟ حيت انتيليجون ادجكتيف، نقدر نخدم باوسي كو عادي. دوزيام فراز، اليا 5 كليف دون لا سال 2، فهاد القسم بجوج كاين خمسة ديال التلاميذ. إليا 5 إليف دون لا سال 6، وحتى لا سال 6 فيها خمسة ديال التلاميذ. إذا شنو هو لو رابور اللي عندي؟ عندي التساوي، هنا كاين خمسة وهنا كاين خمسة. إذا غنخدم هاد لافخاز بهاد الطريقة، إليا أوطون ديليف دون لا سال 2 كو دون لا سال 6. إذا الموية اللي خدمت بها هي أوطون 2، حيت إليف نو، ولا كانت الحاجة اللي كنقارن بيناتها اسم كنجيب موية أوطون 2. أنس أ 4 ستيلو، عمر أ 3 ستيلو. أنس عنده 4 ديال الستيلوات وعمر عنده هي 3. إذا هنايا لو غابور لي عندنا هو سوبيريوريتي، يعني أنس عنده عدد ستيلوات كبر. إذا نقولو أنس أ بلوس دو ستيلو. إذا هنايا درنا 2، مدرناش بلو كو، مدرناش بلوس كو، درنا بلوس 2، حيت ستيلو نو كنزيدو داك 2 ملي كتكون الاسم، ملي كيكون عندنا اسم. Ce site historique est exceptionnel. Je l'avais imaginé ainsi. Ainsi de la ressemblance. Et dans un dialogue comme, en gros, ce site est exceptionnel. Le site, c'est un mot qui est dans tarikh zouin. Comme mitla, yani bhal ma tkhayelto. Comme je l'avais imaginé. La course exige, yani la course sibaq qui tطلب beaucoup d'efforts, yani mjhoudat ktira. La natation, sibaha, on exige autant. Hatta sibaha kitطلب mjhoudat ktira. اون هذاك او ان كتعود على لي زيفور. الوغ غنقولو ان عندنا التساوي ليغاليتي بجوجهم كيطلبو ايفور. اذا غنقول لا كورس اكزيج اوطون ديفور كو لا ناتاسيون، يعني بجوجهم الاداه اللي خدمت بها هي اوطون دو، عندنا ايفور يعني نو. دونك هنايا غادي نشوفو اخر درس بقى لينا في هاد المراجعه ديالكم، هي لا بروبوزيسيون غولاتيف. غنشوفو شنو هما هاد لي، شنو هي لا بروبوزيسيون، شنو هما لي برونو. اذا ناخذو القاعده، La subordonnée relative, يعني la phrase subordonnée relative est une proposition. شنو هي proposition؟ هي جملة، phrase، جملة introduite par des pronoms. علاش سميتها هاد la proposition relative؟ هي جملة كتبدا لينا بواحد لي برونو، وهاد لي برونو كيتسماو relative simple و compose. عندنا السامبل وعندنا المركبين، هادو هما عندنا كي remplace un mot répété sujet. فوقاش كندير انا كي؟ هاد لي برونو relatif فوقاش انا كندير كي في الجملة؟ كنديرها، شوفوا معايا اكزومبل باش تفهموا اكثر. عندي مثلا جي لو رومون، لو رومون مافي بلو. هاد الكلمه اللي كتعاود ليا كل مره هي لو رومون، كنحيدها
وكندير الاعراب ديالها. شنو هي لا فونكسيون ديالها؟ سوجي، هذا سوجي. اذا كي كتمشي مع السوجي اللي كيتعاود، كنتفادى التكرار وكنحيد داك الكلمه اللي كتعاود وكنعوضها بكي. اذا نقول جي لو لو رومون كي ما في بلو، يعني باش ما نبقاش كل مره ندير لو رومون، ولو رومون الوظيفه ديالها سوجي، كنعوضها بكي ديال كتمشي مع السوجي. دونك فوقاش كنستعملو كو غومبلاس ان مو ريبيتي سي او دي، يعني كو فوقاش كنديرها ملي داك الكلمه اللي كتعاود ليا في الجمله كتكون كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به مباشر، كنحيد ديك الكلمه وكنحط في بلاصتها كو باش كنتفادى التكرار. دونك نشوفو اكزومبل، جيم بوكو سو تابلو، تو ا ديسيني سو تابلو. كنشوف الكلمه اللي فيها التكرار كتعاود ليا كل مره هي سو تابلو. اذا هاد سو طابلو شنو هي في الجمله؟ غنشوف الاعراب ديالها، يعني لا فونكسيون ديال الوظيفه ديالها في الجمله. تويا يعني سوجي، ديسيني دونك ا ديسيني فيرب، سو طابلو كنقول تويا ديسيني كوا، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت، كنطرح السؤال كوا يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا الا كانت كومبليمون كنعوضها بكو. اذا كيفاش غتخدم ليا فهاد الافخاز؟ دونك اكزومبل، جيم بوكو سو طابلو كو تو ا ديسيني، دونك تو ا ديسيني كوا، كنطرحو السؤال. دونك الا ديسيني شنو؟ ان طابلو. هنا عندنا او، يعني بحال هكا كتبقى غادا بهاد الطريقه، كل ضمير كل برونو على شنو كيعوض لينا. هنايا او غومبلاس ا مون ريبيتي سي سي ال، يعني كتعوض لينا لو طون ولا لو ليو، سي سي ال لو ليو، سي سي تي لو طون. دون عندنا غومبلاس ا مون ريبيتي، الكلمه اللي كتعاود كومبليمون دوبجي انديريكت، كو كانت كتعوض ديريكت، هنا دون كتعوض لينا انديريكت. بحال هاد ليكزومبل هذا، فوالا لا دام كي ا فيو لو كريم. اذا لا دام شنو التعريف، شنو لا فونكسيون ديال لا دام؟ سوجي. اذا بما انها سوجي كنديرو كي، يعني كتكون لا فراز وكنحطو فيها كي. سي لو تيم، سي لو سول تيموان كو لا بوليس ا تروفي. لا بوليس ا تروفي كوا؟ الا تروفي بوليس سوجي، ا تروفي فيرب، تيموان كومبليمون. اذا كومبليمون دوبجي ديريكت نديرو كو. سي لو سول تيموان كو لا بوليس ا تروفي، نطرحو السؤال لا بوليس ا تروفي كوا؟ الا تروفي ان تيموان. اذا تيموان الاعراب ديالها لا فونكسيون ديالها كومبليمون دوبجي ديريكت.